جول كلمه بداية جلد واحد كلمه هذا طبعا مراها يكتعدين ان هو جلوه كلم كقوارشت القبر كدعي الشراب طبعا هو جلوه استبتشوه وقلب مكدعي وحارق حصد اللي يقول يستين بالمويل يدقان طبعا وقتل سان قوالات الميني بالقدود إن أرجع سيئ اللي قلوه ريبوه ومرضوه ريكيوه ريكيوه ووادينة الصومالية دي حالكان ديغان لدى استبناتي بالنوين كاز قوال كنبوك مركان وصوير ونوغا كتل الميلي أرجع سيئ دي قيبوب طبان وإن عقبو فرط قوالك حيقان يكوثوا قرايين ودبنات قديمي أرجع سيئ كيستان وقال إذن كفاقه دلك الصومالية يبدك سيئان كلي دراويش للجنبوك وساوي أمي نوقي نوقي لسين بالمدى حارق إليك وفرط قوة كميزة أور بلاسكور رجع سير الله وحر إيه مدى عبد أفر بلون لبيبشو وقو ضبكي بالمدى حارق إليك وحي كنا علوانا يعان دولي ميو يسيدو قري أمني يكرا الضمبين شرعي يسيدو قري دولي ميو وعهل كاز جد له قلي حرومي مامركا دلت قلت بشير الوقا بتشري ويكمي دعايين إن بالمدى أتمرك بوهرسي مامرك بالمدى حارق إليك وقه تلف البوليس وشفايو طبعا حرومي عفنات كي أدليدي أي شفايان وسيرة طبعا برشادة قبل ملوك وكلا واحد طبعا قولون في الضياعتر الدبارين لغوصنا يؤسل طبعا اسمول كي هو سبح بقلات اللي هاتفتين هو قلال أرقع صدنا أرقع صدى طبعا كان مربطا الضوء لك نفسهم أيها يقولون الله طبعا اللي هو قاري وحيوطن بيهن هو قلال الضوء في منه كرد عايز طبعا الأرجع صدى بلوج طبعا بالكور لجبر بريم شان الخدم يسوق خلا طبعا صناعية نقول باتين ضد الصومالية وكل متاعي ملاحظ أو كلها مروا المرة تبع عندي أمن الواحد من شنو اللي يأتي طبعا أرجع صدى ورقة توصل وقال إن طبعا الملوك هذا كان الصومالية الملوك ديانكو أي هذا بهم وشلون سيرجع سوى اللغة أرجلها الله قليل يو طبعا قرب له اللي ورشاش الدول بس راك الصومالي كود قليل سجارة دينا ذا معها كوفرت قبل كا قليل بس طبعا ذا وقتي أو القلة ذا شقتي إن بدن عدن كحوق ذلك إن يسود كل بجودهن تطق شعب كا كعذون كا وحى طبعا إيمن كا دون يعني وش قلبات باللبان وقيبة كلا وقيبة بدن وكم إذا قبل كم ذو كابل لو ضبع إن وجهن على عرتي سكورا يكيهرة نفرق جودة هي يوقتان كأود ذو يقني أكو أحد نبديت كا في ذا وعونا هاي مركي ملحمة هاي تمرد الصومالية طبعا وكبر وضيح والبلوى كذا كارجع صدر ذلك لو مرة من ذلك الصومالي مستعجان ونبي المال لك لك مستعجان إذا ما غلط في ذا تمرد الصومالية تجاه الكردون dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxay heegan ugu jiraan har yaamin sida ay gacsada la soo tuqaad lahaa gobolka mid uu ka mid yahay meelaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu booqday isagoo degmada difaaceedka koonfurta gobolka mid uu wasiir madaxweynaha markaas uu tagay halkaas uu kulan dabaarnay u tagay ciidan oo ka tirsan ciidamada qalabka ee Soomaaliya iyo ciidamada dabcan u gaara jirood gobolka Soomaaliya galmudu oo ciidanka daraawishta deegaankaas ama galmudu ahaa طبعا سفر كي ملعبينها شمرت بالصومالية وكل مرة قبلها منو يبدل قدو جنوده كتر سن يقودهان قبلها الدلكة انتد وقبها من وحالي الثاني يحلي قال فاكده بيشري هيجن بطل صومالي وشيران وشي كوات طبعا وحكم لها الجل من المراه وكان دعايو ارجع صورة اللي ودبو ليس المراه بلا لقى صاري سيدا سكرانا وشي كلاب هذه حد صعبة جنوده ايضا ايضا نبضا ايضا ارجع صورة اللي صاري gobol kelmudug oo wari ku sugan yahay ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidanka daraawishta kelmudugna waxay diyaar ugu jiraan in ay hayaan ay ka hortagaan dhibaato gacsuba gobolka dhaayaan shabaab qeyna qayb weyn ay ka qaataan qolgolada dalka argagaxo looga xoreeyay marka ciidanku markasta heegan dhixda iyo diyaar garow amniga waxa ay jiraan ay ku jiraan marka soo argagaxada dalka miiga lagu tirana waxay u wareegaan magaalooyinka waxa weynahay ee dabcan sidoo kale ay ku galaan inada gaalka iyo kala la kamid ee meelaha howlgalada isku jooga ay ka dhacaan oo ciidanka xogdalka Soomaaliyeed iyo laalaha amniga guud ahaan ay ku guuleysteen in shabakada ka dhisan ariga sida gobolkooda ayaa shabaab dabcan soo qabto maanta toole ayaa qaarkood waxa lagu xukumayay dil toogashada oo dabcan looga dabcan goynayo dhibaatooyinka ay la dabacsanayeen dadka Soomaaliyeed qaarkood dabcan xukuumadda kala duwan ayaa ku dhacay
marka gobolka midowga ilaalaha amaanka iyo gudahaan ciidamada galabta ee Soomaaliya dadka deegaanka iyo daraawishtu waxay gan ku jiraan gaasada meel kasto tamaan ee galaan ee qalqalgelinta amniga ay kala diridaan way dadka shacabka ah waxay ku dhiran yihiin iminka in la dagaalamo kooxda nabadiidka ee kanana saaran deegaanadoodii oo ay min badan ay dib u dhigeen dhanki waxbarashada iyo ee nadii la dhihraaba ee dadkii shacabka ahaa ee dhaqaaqoodii oo ay xadideen ee shacabku ciidanka ee il nucaay la garab taagan yihiin markay ay tagaan deegaanada markaas ay ciidamada howlgalka ka sameeyaan dagaalka dhan ka socda oo argagaxada lagu guuleystay meelo badan marka laga toogo hoggaaminta taliska ciidanka xogta dalka Soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandiga gaba ee Soomaaliya waxa door weyn ku leh dadka Soomaaliyeed oo kaalintooda meel kasta oo dirirtu ay ka socotay ama dabcan argagaxada lagu guuleystay aanu soo bandhigaynay oo dadka Soomaaliyeed ay dabcan ay wada arkayeen waxa door weyn ka qaadanaya xoreynta dalka dadka Soomaaliyeed ee dhulkan degan miyiga ah ee degmada argagaxada ka saaray waxaana ka dambeysay wadajirkiisa sidoo kale baaqay madaxweynaha ee ahaa in si jira argagaxada lagu soo wadajeesto dadka Soomaaliyeedna waxay ku baraarugeen argagaxada inay meel kasta ay joogaan la isku duqaadi karo door weyn ka qaadanayaan dadka degan ama dadka shacabka haddii tahay saanad ciidan iyo sahayda ciidamada garab istaagga ciidanka iyagoo dabcan dhinac kasto argagaxada dabcan looga saasi karo dadka looga saar la joogan ka qaadanaya marka doorka shacabka Soomaaliyeed waa mid sariin ah waana mid dabcan aad u muwaafaq loo eego guulihii laga gaaray argagaxada iyo dadka Soomaaliyeed ee xeeb ugu jira marka waa gartay marka baashiyo dhanka kale waxa jirta dadka shacabka iyo dadban dadka xeebaha degan in ay kooxdu dhanka ka soo gashay badda dhanka badda balka waran dhanka ciidamada maadaama ciidamada cusub lagu soo kordhiyay oo ciidamada kale cusub ay soo wareegay shay runtii ciidamada badda way joogaan ciidamada way ka hawlgalaan oo degan midigo kale waxa markaas isbeddel lagu sameeyay ciidanka ilaalada xeebaha galmudug waxaanta jooleed waxaanad ku habiyay gobolka ee ka dhacday xilmuujinta tirakir cusub oo loo soo marcaabay ciidanka ilaalada xeebaha galmudug oo dowladda federaalka Soomaaliya ay halka usoo magacowday sida damacaan ujeedada ay tahay in la xoojiyo ilaalinta xeebaha iyo sidoo kale dhaqaalaha xeebaha galmudug ay damacaan hoosmaada dadka maraya iyo doomaha ee damacaan isimaaraya xeebaha galmudug soo xaga ee degmada Hidiya ee Soomaaliya dabcan sidaas oo kale ciidanka waxay ku guuleystay xeebaha galmudug in dabcan shabakada ama kalluumaysataa oo siyaasada kala duwan si jira daraa iyo wargaba aanu dabcan sax ahayn ku soo gaay xeebaha Soomaaliya dabcan hukana kala duwan saaro maalmo koor waxaan muujisho lagu bukumiyay soddon iyo saddex sane ama soddon iyo sane oo ajaanib u badnaa oo xeebaha degmacadeed hore laga soo qabtay ayagoo si sharci darrada dabcan ku kulmaysanaya waqada aanu sax ahayn oo been abuur ku jooga taasna waxa ay ka turjumaysaa daaca ila amniga xeebaha in aad lagu taxadirayo haddii tahay galmudug iyo haddii dowladda federaalka way